الأخبار على الحياة فم. أهلا بكم في أولى مواعيدنا الإخبارية لهذا اليوم، هذه أبرز العناوين. رغم رفض والي تونس، حركة النهضة تدعو أنصارها للمشاركة بقوة في مسيرة جبهة الخلاص اليوم. جمعية القضاة التونسيين تدعو المنظمات الوطنية والدولية للوقوف إلى جانب القضاة. أهلا بكم في التفاصيل. في إطار التكوين المستمر، نظمت أمس الإدارة الجهوية للصحة بالقيروان يوما دراسيا تكوينيا لفائدة أعوان وإطارات شبه الطبية حول البرنامج الوطني للتلقيح وأهميته وإعادة جدولة رزنامة التلقيح. وفي تصريح لموفد أخبار الحياة فهم زبير العياري، صرحت راضية الدبغي كاهية مدير الصحة الأساسية بالإدارة الجهوية للصحة بالقيروان أن بعض التغييرات طرأت على رزنامة التلقيح للأطفال، حيث تم تعويض التلقيح ضد الشلل الرخوي الفموي بالتلقيح ضد الشلل الرخوي. دانت حركة النهضة في بيان لها عملية إيقاف عضو مجلس النواب السابق وعضو مجلس الشورى للحركة أحمد العماري أمس بمدينة بنجردان دون توضيح الأسباب، واعتبرتها تعسفية ومواصلة لحملة اعتقال المعارضين السياسيين والنقابيين. ودعت أنصارها وعموم التونسيين والتونسيات للمشاركة بقوة في المسيرة التي تنظمها جبهة الخلاص الوطنية اليوم الأحد من أجل حماية الديمقراطية والدفاع عن الجميع دون تمييز وفق بيان حركة النهضة. أصدر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين بيان نشره على فيسبوك مساء أمس، أشار فيه لما وصفه بالضغوطات الكبيرة وغير المسبوقة التي يتعرض لها القضاة أو القضاء على إثر الإيقافات والتتبعات التي شهدتها البلاد في المدة الأخيرة وما صاحبها من تهديد ووعيد موجه للقضاة المتعهدين بتلك الملفات من قبل رئيس الجمهورية وفق تعبيرها. كما أشارت إلى ما اعتبرته منعرجا خطيرا تمثل في اتخاذ رئيس الجمهورية قرار إيقاف أحد قضاة التحقيق الأول بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب عن العمل وغلق مكتبه بعد تغيير أقفاله وإحالته على المجلس المؤقت للقضاء العدلي تمهيدا لإعفائه على خلفية أحد الملفات القضائية التي تعهد بها في الأسابيع الأخيرة في خضم حملة الإيقافات وبشرها دون إصدار بطاقة إيداع في حق المظنون فيه بغاية معاقبة القاضي المعني وإشاعة الخوف والرعب في أوساط غيره من القضاة وحملهم جميعا على الانصياع الكامل إلى أوامر وتعليمات السلطة التنفيذية المباشرة فيما يعرض عليهم من قضايا وفق البيان. كما طلبت جمعية القضاة التونسيين المجلس الأعلى المؤقت للقضاء بالخروج عن صمته الطويل والانفتاح على محيطه ولعب دوره في الحفاظ على استقلال القضاء. ودعت الجميع أو جميع المنظمات الوطنية والدولية وكل مكونات المجتمع إلى الوقوف إلى جانب القضاء المستقل وحماية القضاة المستقلين من كل ما يتعرضون له من ضغوطات وترهيب وما يلحقهم من إجراءات تعسفية تستهدفهم وفق البيان. أعلنت وزارة الداخلية في بلاغ لها أمس أنه على إثر إقدام بعض الأشخاص على حرق علم الولايات المتحدة الأمريكية على هامش وقفة احتجاجية انتظمت على مستوى المسرح البلدي بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، تولت الوحدة الأمنية ضبط المعنيين وبمراجعة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس في شأنهم أذنت بفتح بحث عدلي في الغرض والاحتفاظ بهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. ودعت وزارة الداخلية الجميع إلى عدم الخلط بين حرية التعبير والتظاهر السلمي وبين إتيان ممارسات من شأنها الإساءة أو الاعتداء على الغير وفق البلاغة. تلقى نبيل عمار وزير شؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج أمس مكالمة هاتفية من نظيره السوري فيصل مقداد، نقل له فيها تحيات وتقدير بشار الأسد رئيس جمهورية سوريا العربية إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد. وأثنى مقداد على وقوف تونس مع سوريا خلال الزلزال الأخير الذي ضرب شمال سوريا، كما مثلت هذه المحادثة مناسبة جدد فيها الوزيران الرغبة في عودة العلاقات الثنائية الأخوية بين تونس وسوريا إلى مسارها الطبيعي، ولا سيما من خلال الترفيع في مستوى التمثيل الدبلوماسي وتبادل زيارات مسؤولي البلدين.
في أخبارنا الدولية، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أمس إن الدول الفقيرة تعاني من عدم إنصاف تاريخي واستجابة غير متساوية لكوفيد-19، مضيفا خلال كلمة له في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بالبلدان الأقل نمو والذي تستضيفه الدوحة أن التنمية الاقتصادية تصبح صعبة عندما تعاني البلدان من شح في الموارد وتغرق في الديون. وفي هذا السياق انتقد غوتيريس المنظومة المالية العالمية مشيرا إلى أنها صممت من قبل الدول الغنية لتعود بالفائدة عليها إلى حد كبير. نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. رغم رفض والي تونس، حركة النهضة تدعو أنصارها للمشاركة بقوة في مسيرة جبهة الخلاص اليوم. جمعية القضاة التونسيين تدعو المنظمات الوطنية والدولية للوقوف إلى جانب القضاة. كانت هذه نشرة الأخبار من إذاعة الحياة فهم، لكم أجمل تحياتي حمدي، في أمان الله.